هذا الاثنين مدرسين عمل في 402 ويبون يحسنون من دخلهم، فكل واحد منهم قط له 150 ألف ريال بيفتحون ثلاجة. الثلاجة كانكم تعرفونها اللي تبيع بالجملة. نعم. افتحوا الثلاجة واشتغلوا وحصلوا خير وبنوا بيوت وزوجوا عيالهم. بعد 8 أو 9 سنوات واحد منهم جاء لقى خويه قال يا فلان قال قال ابغى عزل. قال ليش؟ انا مضايقك. قال لا والله بس محتاج. يا ابن الحلال قال اعلنوا عن بيعتها باعوها ب 700 ألف. يقول انا اخذت ال 350 حطيتها في البنك لعلها تكبر وافتح لي ثلاجه لاني عرفت الدرب هذا. يقول قعدت لي 4 أشهر 5 أشهر دخلت سوق مسجد بصلي الظهر في مسجد عنيزه بريده. يقول يوم صلينا الظهر قالوا الصلاة على الميت. احنا نعرف بعضنا من اللي متوفي؟ قالوا فلان اثر خويي وشريكي في الثلاجة. يقول انا يضيق خاطري وينتك خاطري. صلينا عليه ورحت لعياله متى توفى؟ قال صلى الفجر يوم توفى. قعدت عنده واجب العزاء وقعدت لي 4 أيام في بيتي الا الباب يطق. ابو ابراهيم، ابو ابراهيم من تجار بريدة. هلا كيف حالك ابو ابراهيم؟ قلت قال احسن الله عزاك في خويك. قلت الله يغفر له ويرحمه توفي. دريت؟ قال ايوه. قال انت خابر اني مسلف 300 ألف ريال؟ قال لي انا حاضر. ما رجعوها عياله. قال جيتهم وقالوا ما دام ما معك ورقه ما لنا لزوم فيك. قال ما يصير انا حاضر. قال انا طالبك تروح تسالهم. يقول اشغل سيارتي واروح لعياله. قلت ترى الرجال متسلف من ابوكم 300 ألف وانا شاهد. قالوا ايش دراك ان ابوي ما ردها؟ ابوي متسلف ماخذ 350 منكم يمكن سددها له، احنا ما لقينا شيء. وهو ما ثبت نفسه وما لنا لزوم فيه. يا عيالي الرجل تاج والرجل هم جايين يدور ورا ابوكم عقب ما مات وحللوا ابوكم. قالوا والله هذا اللي احنا نميل اليه. يقول رجعت انا للتاجر ابو ابراهيم. قال نعم. قلت رجع جيل هذا كلامهم ولا؟ قال اجل قل لهم الله لا يحلله ولا يبيعها. يقول والله تنها طعنه في صدري. صديق عمر. يقول اقعد لي ليلتين الثالثه ما قدرت انام. رحت للبنك وسحبتها 300 ألف حقتي. أطق الباب عليه أبو إبراهيم. قال نعم. قلت هذه 300 وحل الخوي. قال منك ولا منهم؟ قال مو بشغلك. قال منك ولا منهم؟ ماني ماخذها. قال لا مني. قال ساقط 100 ألف لك و200 باخذها والله يحلل ويبيعها. يقول ارجع هنيت. فرحت. يا سلام. يقول بقى معي 150 ما عاد تكفي يعني، بس اني شايف اللي محلات على خط وتوها تبنى ثلاثة. يقول واروح بستأجرها. بعد شهر يا عم راعي المحلات قاعد عنده سوداني. قال نعم. قلت بستأجر هالثلاث محلات أبيها 10 سنين. قال وش بتحط؟ قلت بحط ثلاجة. قال زين زين بس ما تبيع دخان؟ قال لا لا ما في دخان. قال له خلاص بنعطيك الفتحة على 15 ألف ريال 10 سنين وكل سنة بسنة وبعطيك 10 سنين. نادى السوداني قال اكتب عقد بيننا وبينه. قام يقول مديت أنا بطاقة أحوالي للسوداني عشان يكتب العقد. قال اسمي بصوت عالي. قال فلان 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 يا انت؟ قال لي انت اللي سددت عن خويك؟ قال ايش خويي؟ قال خويك اللي متوفى انت مسددت عنه 200 لفلان ابو ابراهيم. قال ابن حلال ايش جاب الموضوع؟ قال اقول العلوم الطيبه تجي. عطى 15 سنه مجانا. الله. يا عم انت فاتحين الدكان؟ قال خير واجد وعلم الحياه يبين. يا سلام. يقول وانا ما ادري ايش اقول، 150 لا زالت في حساب. يقول اجيب لي عمال وحط لي دروج ومد لي كيبل للثلاجه. يقول يوم اكتملت الدروج بقى 100 ألف. قلت بحطها دفعه اولى للمواد الغذائيه. يقول يوم اخذت توني قاعد في المحل منظف وهذا ولا تريلتين موقفه من تجار بريدة اثنين، وين اللي سدد عن خويه؟ الله الله الله. اثرهم في لوبي في جروب واحد وبلغ ابو ابراهيم الربع هذا فعل فلان في خويه. ولا تجار الأغذية وتجار السجاد وكلهم موجودين مع بعض. فقال ترى فاتح له ثلاجة مستأجر من فلان ودكوا محله بالمواد الغذائية 50% هدية و50% يسددها إلى نبيع. يا سلام. يقول يا أخوان القصة أنا سامعها منه. يقول في حسابي 30 مليون. ما شاء الله. من الرجال الشريك. فشوف سبحان الله وقفته مع خويه وفعله دفع كل ما عنده. من يسوي هالكلام؟ لا والله الا والله توفيق رب العالمين. صدق مع الله شوف فضل الله.